أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. بافار واحد من أفضل أظهرة في الوقت الحالي، لاعب يقدم كل ما عنده في الملعب، صاحب مجهود كبير. كامافينجا يرتكب مخالفة واضحة جدا. كوندي كامافينجا هيرنانديز اللاعب يستلم الكرة. ثقة كبيرة أظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. دي باول رودريغيز يلعب كرة طولية، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. سليبا رابيو لمسة على اليسار، مساحة خالية على الجانب. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. كامافينجا في انطلاقة قوية من الجهة اليسرى. كرة طولية من الحارس هيرنانديز. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. مولينا مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. تاغليافيكو واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. هيرنانديز فوفانا كامافينجا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رودريغيز ميسي مولينا، وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو تحدي منافسة في مثل هذه الكرات. هيرنانديز يفقد توازنه. رودريغيز تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. مولينا
يمر ويلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، اعتراف رائع للكرة. كوندي، فوفانا، كامافينجا. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. فرصة هجوم معاكس، كرة إلى الأمام. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. رودريغيز على تنفيذ الخطأ. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. دي باول، ليونيل ميسي، إمكانية تسديد. مرت الكرة. فرنسا يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. مولينا، دي باول، بدون مخاطرة يعود بالكرة. مولينا، الكرة إلى الأمام. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. سليبة، فرصة هنا وفرصة هناك، واضح أننا على موعد مع مباراة مشوقة. فوفانا، كامافينجا، هيرنانديز، كامافينجا. هجمة مرتدة الآن. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. فوفانا، الآن فرصتهم للمرتدة، يبحث عن المهاجم. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. مارتينيز، ما زالت النتيجة 0-0. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كوندي، غريزمان،
ويسدد. الله، التسديدة الجميلة، هدف في غاية الروعة. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. مولينا، يلعبها إلى الأمام، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. كرة طويلة للأمام، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة يحاول أن يلعب كرة مارتينيز. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. مارتينيز تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. هيرنانديز، مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ تاغليافيكو، روميرو، تاغليافيكو يلعبها لمنطقة الخطر. غريزمان، فوفانا، فوفانا، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. فوفانا قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. عرضية بدون عنوان، يلعبها ببراعة. موجود هنا لقطع الكرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. ميسي، دي باول، بينية جميلة، الكرة ملعوبة من مسافة. فوفانا، دي باول، ميسي، أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل.
فوفانا، تمريرة بينية، ينتظرها لاعب في المساحة. أدريان رابيو، فوفانا، تمريرة جميلة، مرت الكرة بشكل جميل. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. مولينا، دي باول، يلعبها لمنطقة الخطر. أدريان رابيو، دي باول، يلعبها في المساحة، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. مارتينيز يتلقى الكرة، استلام جميل للكرة، تحكم رائع في الكرة. دي باول يلعبها بينية، رودريغيز، كرة إلى الأمام، يتدخل بنجاح يحصل على الكرة. أدريان رابيو يبحث عن المهاجم، يلعب كرة على اليسار، عدت الكرة وكومبابي. والعرضية، روميرو، أدريان رابيو، كامافينجا، غريزمان، أنتوني غريزمان، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كامافينجا، تلعب الكرة إلى الأمام، دي باول، ميسي، كرة طولية في المساحة الخالية. كوندي، فوفانا، هيرنانديز، لعبة جميلة هنا، يلعب بابي، كان قريب هنا، تمكن من المراوغة وإرسال كرة عرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. تاغليافيكو، روميرو، الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها لمنطقة الخطر.
يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. غريزمان ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يلعبون ركنية قصيرة. تشاوميني فاتت ومرت وصلت إليه. لا، رابيو يسدد مرة أخرى بعيدة تماما عن المرمى. تعامل غير عادي مع الكرة، لكن في الأخير فشل في تسجيلها. دي باول، كرة من جهة اليمين، يفقد الكرة تحت الضغط. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. كامافينجا كرة إلى الأمام. غريزمان يستعيدها. روميرو، ميسي، مولينا. مهارة كبيرة في الاستلام. دي باول، ايش هذا؟ ايش هذا؟ تجاوز بمهارة غير عادية. بابي، فوفانا، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. فوفانا، كامافينجا يفضل العودة بالكرة. هيرنانديز، سليبا، فوفانا، رودريغيز على تنفيذ الخطأ. حكم المباراة يخرج الإنذار. بدون مخاطرة يعود بالكرة، يقطع الكرة. ميسي، مولينا، ممتاز في التمرير. أوه، مهارة غير عادية بالكرة. فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات خاطئة. يلعبها لمنطقة الخطر. مولينا، تشاوميني،
هيرنانديز. الأرجنتين يواجه معضلة، هل يغامر من أجل التعادل قبل نهاية الشوط أم ينتظر تصحيح الأوضاع بين الشوطين؟ الآن الكرة إلى ضربة ركنية. إبعاد خاطئ. كوندي مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، يلعب كرة أرضية إلى القائم البعيد. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. كامافينجا، غريزمان، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. أنتوني غريزمان كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. دي باول، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. مولينا، لمسة بينية عند المساحة الخالية على الطرف. هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. يا له من خطأ مؤسف جدا. بافار، أدريان رابيو، غريزمان، أدريان رابيو، أدريان رابيو. وصلت إليه الكرة، ملعوبة عرضية، دقة غابت عن الكرة العرضية. الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة، لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الأمر. تمريرة قوية أكثر من اللازم. إعاقة في منطقة الجزاء، لابد وأنها ضربة جزاء. الأرجنتين ارتكب خطأ فادحا في المكان الخطر، وبالتالي يواجه الخطر في هذه اللقطة. فرنسا، سجلها ببراعة من نقطة الجزاء، خدع الحارس ببراعة. لابد من وجود فائز في مثل هذه الكرات. متفوقون بفارق هدف وحيد. تاغليافيكو، كرة طولية إلى الأمام. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. الآن إمكانية المرتدة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. تاغليافيكو، روميرو، رودريغيز،
يبحث عن المهاجم. سليبة تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. هيرنانديز، فوفانا، رودريغيز يرتكب مخالفة واضحة جدا. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. لمسة داخل منطقة الجزاء، يلعبها على اليمين، يسيطر على الكرة. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، والآن فرصة للتحول للهجوم. دي باول، قد تكون هذه فرصتهم. يامور، تسديدة من أول لمسة إلى خارج المرمى، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. أدريان رابيو، يستعيد الكرة مرة أخرى، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. هذا هدف خيالي، لقطة مستحيلة، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. تقدم لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف، التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. تمريرة حاسمة مميزة جدا هنا، هذه العرضية سهلت من مهمة الضربة الرأسية. توضح هذه اللعبة مدى براعته، التمريرة الحاسمة المميزة كانت الأساس في التسجيل. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى، عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. رودريغيز يتسبب في خطأ، هل يخرج الحكم الإنذار الثاني؟ نعم، بطاقة حمراء الآن وطرد. هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم. أدريان رابيو، كامافينجا، كرة عرضية، بابي، كرة في المرمى، هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. أيترك مثل هذا أمام المرمى؟ يا له من خطأ كبير على الدفاع، ارتكبوا هفوة بترك المهاجم الهداف أمام الشباك. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. ينجحون في
والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. الأرجنتين لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد، ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. إمكانية تسديد الآن، دي باول يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، وصلت إليه مارتينيز. لعبة رائعة داخل منطقة، ليست المرة الأولى التي يهدف فيها فرصة بهذه السهولة أمام المرمى. أدريان رابيو يرسلها للجانب الآخر من الملعب. هيرنانديز في كرة خطيرة إلى الأمام. الكرة بعد ذلك فيها تسلل. فوفانا، كيليان مبابي يحصل عليها، مارتينيز، مولينا، روميرو، مولينا، دي باول، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. هيرنانديز، الكرة ملعوبة من مسافة. فوفانا، دي باول، مولينا، دي باول، كرة طولية إلى الأمام. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. أدريان رابيو، هيرنانديز، كامافينجا، ويلعب كرة عرضية. فوفانا، الله، يسددها غريزمان. لم تكن اللمسة النهائية جيدة، قرر أن يجرب حبة على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد، راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. روميرو، مارتينيز، دي باول، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة، يلعبها طولية. كامافينجا، لمسة على اليسار، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. دي باول، مارتينيز، يلعبها لمنطقة الخطر، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تشاوميني، فوفانا، كامافينجا،
فوفانا. يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لم ينجح في إرسال الكرة العرضية. دي باول، تاغليافيكو، ميسي، تدخل حاسم لقطع الكرة. فوفانا، أدريان رابيو، هيرنانديز، فوفانا، لديه مساحة هنا. مولينا دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة، لا يمكنك أن تواجه هذا الخط الدفاعي لوحدك. روميرو، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى مولينا، ميسي، فوفانا، تمريرة جميلة. يلعب الكرة العرضية، فشل في لعب الكرة العرضية. دي باول، عدت الكرة ورمي التماس. كامافينجا، مبابي، يستعيدها بسرعة، بينية رائعة، في الوقت المناسب يتدخل. أفقد الخصم التركيز، التوازن، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يلعب الكرة إلى والتسديد، يستقبلها في وضعية جيدة. الآن محاولة لرد الخطورة، هذه هي كرة القدم. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرة. نعم، بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. تسديدة مباشرة،
دي باول وتشتيت ناجح للكرة. مارتينيز مارتينيز تدخل جميل واعتراف أجمل. هيرنانديز يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة عرضية من مبابي. هيرنانديز يلعبها قصيرة. فرنسا ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. روميرو لمسة إلى الهجوم. غريزمان مساحة فوفانا. غريزمان مرت الكرة بشكل جميل. يبحث عن زميله. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. سليبة. هيرنانديز. فوفانا. والآن لديه مساحة كبيرة. مرت الكرة. أنتوني غريزمان وينجح في تسجيل الهدف. تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أجمل نهاية. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. يتقدمون بفارق هدفين الآن. بالتأكيد نلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بالكثير من الجنون. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة بدون مخاطرة. يعود بالكرة. روميرو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. مولينا يفضل العودة بالكرة. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. كامافينجا يسيطر على الكرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. بافر يلعبها طويلة يبعدها عن مناطق الخطورة.
نشوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. يستقبل توني غريزمان، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. روعة الاستلام هي من أعطت الهدف مظهر جميل. لقطة لا تنسى، هدف سينمائي، لقطة خيالية وصورة فنية رائعة. أداء رائع، استمرارية في الأداء، جميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. الأمور حسمت تماما بهذا الفارق من النتيجة. ليلة للتاريخ بأتم معنى الكلمة، هذه المباراة الممتعة جدا من هذا الفريق. مارتينيز يلعب كرة للجانب الأيمن، يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. اسمح لي القول، كان أنانية بعض الشيء هنا، أكيد لن يتمكن من التفوق على الدفاع بمفرده. عليك أن تعرف متى تلعب بشكل جماعي ومتى تعتمد على الفرديات. ليونيل ميسي، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. ميسي، تصدي غير عادي من الحارس، هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. كامافينجا، بدون مخاطرة يعود بالكرة، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. هيرنانديز يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، كرة إلى الأمام. يحتسب الحكم ركلة حرة. لا، على بابي، لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. كامافينجا يبحث عن المهاجم، يلعب كرة بينية. مبابي كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. يلعب كرة إلى الأمام. ميسي لديه حلول كثيرة الآن. فوفانا، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ميسي في النهاية لم يجد الحلول وبالتالي ضياع الكرة كان أمر مفروغ منه. الكرة ملعوبة من مسافة. فوفانا، فوفانا أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. فوفانا أعتقد أنه يدرك الآن أنه لم يتخذ القرار الصحيح في هذه التسديدة وأنه عليه أن يفكر أكثر قبل التسديد بهذا الشكل.
من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة طويلة. فوفانا يتلقى الكرة. يلعب كرة عرضية. روميرو يحاول إبعاد الكرة. استعادة سريعة للكرة. تشاوميني. فوفانا. والآن قوية من إمبابي. مارتينيز. مولينا. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله وينجح في استعادة الكرة سريعا بمبدأ الأمان يعود بالكرة. بافار يلعبها لمنطقة الخطر. ممتاز في التمرير. يلعب كرة طولية. تدخل في توقيت حاسم. هيرنانديز. كامافينجا. الكرة للأمام. ميسي. الكرة تتجاوز الخط. خسر المواجهة أمام خصمه. دي باول. تمريرة جميلة في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. تسديدة في اتجاه المرمى. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. أدريان رابيو يلعب كرة على اليسار. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. دي باول يفضل العودة بالكرة. كرة طويلة للأمام. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. فوفانا. ميسي. ميسي. كرة إلى الأمام. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تاغليافيكو. يا لعيب كرة جميلة هنا. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. سهلة للغاية. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. ميندي. كرة خطيرة على اليسار. بينية جميلة. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة.
يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. فرصة سانحة للتسديد، فرصة سانحة للتسجيل. إمكانية مرتدة الآن. مولينا، كوندي، ساليبا، كامافينجا، ميندي يمر، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. تاغليافيكو، أدريان رابيو، فوفانا، غريزمان، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. مبابي غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر مشوار. ليونيل ميسي، دي باول، بينية رائعة، يلعب عرضية داخل ال 18. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. أدريان رابيو، كلاوس، غريزمان، أدريان رابيو، ضغط قوي وينجح في استعادته، يبحث عن المهاجم. دي باول، لمسة على اليسار، الكرة تصل إليه. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فرنسا يحافظ على كرته هنا. ميندي، محاولة من جهة اليسار، ميندي في كرة خطيرة إلى الأمام، العرض، كرة رأسية، كرة باتجاه المرمى. الله مارواك ينجح في التسجيل. الله كبير، نتيجة رائعة في مباراة اليوم. إنهم يقدمون مباراة غير عادية تثير الجميع بصراحة وتجعل الكل يصفق لهم. هذه قيمة إمكانيات دائما تميزة في الكرات الثابتة. ضربة رأسية رائعة، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. مباراة للتاريخ هنا بصراحة، مباراة للتاريخ، هذه مباراة لن ينساها. يتلاعب الجميع في الميدان، هذا الحريف بهذا الكم من الأهداف بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. عدت الكرة، دي باول يلعبها لمنطقة الخطر، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول تمريرها من بين المدافعين.
روميرو، تاغليافيكو، دي ماريا. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة صراحة. الضغط كان أقوى من أن يتحمل. أدريان رابيو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. مارتينيز، روميرو، تاغليافيكو، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. فوفانا، مولينا، مارتينيز، تنطلق الصافرة. تأتي المباراة إذن